طه فحصي الملقب بالجراند توتو، رابورت تابعه الشباب والمراهقون، تركات وحركات يستلهمها البعض منا، رسائل يتم تمريرها بشكل مباشر، بالترويج لاستعمال المخدرات بشكل علني عن طريق فيديو كليباته التي تحصد الملايين من المشاهدات، على خلفية صعوده أمام الآلاف من الجماهير في منصة سويس بالرباط. سأله أحد الصحفيين عن استهلاكه للحشيش، كان هذا جواب توتو. جو بريسيز عاوتاني وكنعاود نقولها، كان كميو الحشيش ومن بعد فريمون زعما واش كنجيبو من منين كنجي زعما جيبوها من الدور عرفت زعما الحشيش زعما ماشي بيناتنا 300 كيلومتر ما بين فين كاين المنبع ديال الحشيش زعما معروف عالميا وبنادم من العالم كيجي هنا باش يكمي الحشيش هادي دو ان و دو دو. انا يا استاذ باش نبريسيزي لك مزيان، انا ديما فاش كنهضر وكنكون داير لايفات ولا كنهضر على الكمايه حتى ما كنحملش هذا السؤال ديما كيعاود يتقال كان ما نحاول نجاوب عليه اون فوا بوغ توت في مره البلان. وانا ماشي فهمتش راه ماشي راه بوب مارلي بلا الا جينا نقولوا بلي بنادم انفلونسي بارتيست بوب مارلي، واش انا كميت كثر من بوب مارلي؟ واش انا كميت كثر من سنوب دوغ؟ واخا كميت ما عرفت ايمتى ما كميت قداد الناس هادو. تحدث عن شراء الحشيش واستهلاكه واعتبر ذلك عاديا. رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا دعايته لاستهلاك الحشيش في نشاط تنظمه وزارة الثقافة، اعتبروا ذلك رسالة سلبية للناشئة. وأنت ما رأيك؟